ومعنا عبر الهاتف من القاهرة اللواء نصر سالم الخبير العسكري والاستراتيجي. لواء نصر مساء الخير، أهلا وسهلا بكم معنا. إلى أي حد أضعفت هذه الضربات المكثفة التي استهدفت بؤر الإرهاب في سيناء صفوف الإرهابيين؟ ومن خلال متابعتكم، هل لديكم أي إحصائية عن عدد هذه الضربات في يومها الأول والثاني؟ لا، بالنسبة للبيانات والإحصائيات ليس هناك إلا ما يعلنه المتحدث العسكري. أما عن تحليل العملية، هنجد أن دلوقتي في إحكام حصار كامل على القوات الإرهابية في وسط وشمال سيناء، سواء كان من البحر بواسطة القوات الخاصة البحرية أو من البر بواسطة قوات حرس الحدود وباقي قوات الشرطة على المنافذ. في القوات الجوية بتتعامل مع الأماكن اللي هي فيها التسليح وفيها مخازن اللوجستيات وهكذا، لأنها بعيدة عن الكتلة السكنية، فالقوات البرية الجوية بتعمل معها بأريحية كاملة. أما الإرهابيين اللي هم بيختفوا داخل الكتلة السكنية وبيتخذوا من السكان ذروة بشرية، فدي القوات الخاصة بتتعامل معهم في مداهمات وتمشيط كامل لكامل الأرض في توقيت واحد لكامل المساحة الموجود فيها هؤلاء الإرهابيين. طيب، هذا على الصعيد البري لواء نصر، ماذا عن أهمية تأمين القوات الخاصة البحرية لساحل البحر من رفح وحتى غرب العريش لقطع طرق الإمداد عن الإرهابيين عن طريق البحر؟ الجغرافيا بتاع المنطقة زي ما هو معروف أن المنطقة اللي هي وسط وشمال سيناء دي بيحدها من اتجاه الشمال البحر المتوسط، دي منطقة مفتوحة، فإذا ممكن يهرب منها الإرهابيين في اتجاه غزة في أي اتجاه آخر، وممكن يجي لهم إمداد منها، وبالتالي لإحكام الحصار بنحكمه من البحر بواسطة العناصر البحرية بتاعتنا والقوات الخاصة البحرية. كل ذلك إلى أي حد أسهم في إضعاف صفوف الإرهابيين في سيناء لواء نصر؟ هو الإرهابيين عشان نبقى عارفين ما هماش كتير وما هماش قوة عشان خاصة نوضع صفوفهم. يعني كم تقريبا إن كانت لديكم أي إحصائية عن أعدادهم؟ لا، إحصائيات ما فيش إحصائيات، اللي بتخرج من الجانب الرسمي عشان ما نقعدش كل واحد يقول حاجة. إنما أنا عايز أقول حاجة، إن الناس دي نقطة القوة بتاعتها إن هم مختفيين جوه الكتلة السكانية، مختفيين كبني آدمين عاديين، ما تقدريش تميزيهم، مش مكتوب عليهم إن ده إرهابي ولا إن ده مش من عندنا، فبيتصرف بطبيعته جدا، لما بيجي نفس العملية هوب بينقلب إن هو ده الإرهابي، فأنت بتنتقيه من وسط الناس، هي دي الصعوبة كده. المرة دي إحنا قفلنا وبنفرز واحد واحد وعنصر عنصر وهكذا، رغم إن هم ممكن يعملوا عمليات إنتحارية، ممكن تفجيرات، كل الكلام ده وارد. فده اللي بيتم دلوقتي، يعني هم الارهابيين مش بالكثره اللي هنقول محتاجين حجم قوات، لا، حجم القوات ده عشان تمشيط الارض بالكامل في توقيت واحد. اذا كانوا يتخفون بين السكان بملابس طبيعيه وكانهم سكان تلك المناطق، هنا لواء نصر اهميه تعاون السكان في الافشاء عن وجود الارهابيين بينهم. ده تمام، بس في نقطه مهمه جدا لازم نشير اليها، ان دول لما بيقعدوا وسط السكان في تهديد لاي سائق واحد من دول، لو بلغ عن ان انا عندي ارهابي بيستهدفوا ابنائه كلهم ويقتلوهم قبل ما يقتلوه هو كمان. فاذا اللي بيسكت بيسكت على مدد غصب عنه. ده اللي هي المشكله هنا. فاحنا الاول بنامن السكان تماما، ثم نقدر نجيب الارهابي بالشكل لا يهدد حياه السكان. شكرا جزيلا لك، حدثنا عبر الهاتف من القاهره اللواء نصر سالم الخبير العسكري والاستراتيجي.